وبشبابك احتفظنا باسمنا، دي مش مجرد كلمات في نشيد الاهلي التاريخي، ده كلام يصلح في الماضي والمستقبل وضروري في الحاضر. الاهلي النهارده بشبابه قدر يتفوق ويكسب ويظهر قوته الطبيعيه. شباب الاهلي يمكن خطوه اتاخرت، بس في كل الاحوال ممكن ظهورهم دلوقتي بالشكل ده يبقى اكبر مكسب في الموسم والسنين جايه. حيويه وروح وقلب النادي الاهلي اللي انجازاته وبطولاته كان الركيزه الاساسيه فيها دايما اولاد النادي. الاهلي نجح بشبابه بغض النظر عن الفوز والنتيجه امام الاتحاد، علشان حتى لو تعثر الاهلي في المباريات القادمه برضه هيطلع كده.